مش عليا بتخطب والدي. فكرينا رجلناك وعليكم السلام. ومن شتمتي؟ اجدك احمر وتكون حمير. انا بهدف اني بطاق حمار واحد. وانا اللي كيف بمجي احنا بجوج خشنا بكس وحده. بجوجنا. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بسم الله ونعم الوكيل. من انت؟ هذا فين غيكونوا مشاهد؟ ما يكونوش باقيين حسين. لا انا وصية وعلى وعلى داكشي ديال الزواج. ايه قولوا لي اللي هرب الزواج اللي هرب الزواج هرب تاع الله والزواج ماشي هي. بحالي انا ولكن اش نقول لك؟ وحده بحالي انا. نعم. ما ناقصها والو. لا من الدين لا من حسب ونسب لا من فلوس وورد. كي غادي نتزوج وهي مسجونه بين اربعه الحيوط؟ ها؟ ولا اللي غادي يبغي يخطبني غادي ينعس ويحلم ويجي الصباح يدق في الباب. ها شوفي فهمتنا يا الراجل الموجود قالت لنا غير تشيلها من عندك. ايه ايه بلا ما تدخل في البلاطه هذاك الراجل من عندك لا هو تاع عندك بنيتي انت عارفه باللي باك الله يرحمه قبل ما يموت كان باغيك لولدي. ها سلام الرجال من الدنيا ما بقاو فيه غير داك الخراجه ديال ولدك. خراجه هو ولدك خراجه هو خراجه هو ولدك خراجه هو ولدك. انا موافقه على ولدك عم يزوز. الله اكبر. وموافقه على ولدك حسن تاع عمي الحاج. شكرا على هذا الحضور الوزين النوعي. شكرا على ثقافة الانصات وثقافة الفرجة. هادشي ماشي غريب على الناس ديال دي التيفيلد. عطنا بزاف العروض الرياضية اللي كانت تواجد المستقبل. كنبغي نقول لكم مقدم الطاقم الفني والتقني للمسرحية بغيت نشكر جزيل الشكر مجلس جماعة تيفلت على هذه الدعوة الكريمة. السيد الرئيس القلب الكبير الأستاذ عبد الصمد عرشان شكرا جزيلا. وصديق الفنانين جميعا الأستاذ مصطفى أبو مهدي. خلال هذا الرجلين الجميلين كافة أعضاء مجلس جماعة تيفلت وكل واحد باسمه شكرا جزيلا لكم. في إطار الدورة الثالثة للمهرجان الثقافي والرياضي والسياحي لمدينة تيفلت قدمت لكم فرقة مسرح غرناطة فرجتها المسرحية الموسومة ببورتري بغا يقول شي حاجة
وحشم مسرحيات قوطري ما يقول شي حاجه وحشم مش خاصه ادوارها امامكم الفنانه المتالقه زاهيه زاهري الفنانه الجميله صاحبه اللمسه الفكاهيه السحريه الساحره العاب السحريه مونيا المكمل الفنان الأثير صاحب الحضور الأثير وصاحب العطاء الغزير والقلب الكبير أستاذ محمد الأثير صديقنا ورئيسنا أستاذنا مبدع من العيار الثقيل الفنان المقتدر ذو الروح الأنيقة أستاذ عبد الرحيم منير كان معنا في إدارة الخشبة الفنان عبد الرحيم السبيري شكرا عبد الرحيم في المحافظة العامة الفنان أيوب وردي المويش الصوتي الفنان عبد اللطيف رداشي دون أن سائق الفرقة سي محمد شكرا جزيلا شكرا لرجال الإعلام والصحافة اللي حضروا تغطية هذه الفرصة المسرحية شكرا جزيلا لكم بغيت نشكر واحد السيد وقت ما جيت تيفلت مناسبة أو دون مناسبة كنتفكروا وكنشوفوا السيد مدير دار المواطن شكرا جزيلا صديقي وأستاذي شكرا جزيلا شكرا لساكنة تيفلت شكرا لكم شكرا لكل مساهمة في تقديم هذا العرض وشكرا كذلك للناس اللي هما في الخفاء اللي كان معنا الناس اللي جابوا لنا السلالم وجابوا لنا سميتو وكلشي شكرا لكل هذوك الناس كل من دار الداعيين شكرا لأي سميتك الوليد اللي كان معنا شكرا لك لا انسى حماده شكرا حماده شكرا للمخرج الجميل زوج الاستاذه منى مكين بن علي شكرا لحضورك مسرحية بورتري بغير نقول شي حاجة وحشم من تأليف وإخراج الأستاذ المبدع الجميل المراكشي عمر شكلي شكرا